سلام أحبابي، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم زقلرات بدنا نحضر سلطة الكولد سلو، سلطة كتير سهلة بنقدمها جنب كتير سندويشات، جنب الكنتاكي، جنب البروستد، جنب كتير من المأكولات. لنبلش أحبابي، بداية أنا عندي الملفوف الأحمر، عندي الملفوف الأبيض. بدكوا تستعملوا ربع ملفوفة من كل نوع وتتغسلوها وتفرموها فرمة ناعمة وطويلة. كمان عندي جزر بدي أبرشه برش، وعندي بصلي وحدة. فيكن تستعملوا البصل الأحمر أو الأبيض، يعني هون حسب الرغبة، بس البصل بدنا نفرمه كتير ناعم كأنه عم نفرمه للتبولة. يعني هون عندي أنا صار ملفوف أحمر، أبيض، جزر مبروش، وعندي بصلي. فيني هون كمان إذا أنتوا بتحبوا فيكوا تضيفوا الذرة، أنا ما ضفته لأنه هاي هي الأساس. هني هول الأربع مكونات: السلطة الحمراء والبيضة والجزر المبروش والبصلي. التتبيلة، التتبيلة أحبابي هي عبارة عن مايونيز، عن قليل من اللبن، سكر، ملح، بهار أسود وحامض. شفتوا ما أهون تتبيلة؟ هاي هي التتبيلة، ولا أهون من هيك أحبابي. كل المقادير ولح تلاقوها بصندوق الوصف بالدسكريبشن. هلأ شو بعمل أنا؟ التتبيلة بدكم تخلطوها كتير منيح لغاية ما كل مكونات تمتزج مع بعضها. نحنا مثل ما شايفين فارمين كل الخضرة. شو بنعمل؟ بنجيب الخضار كلها بنضيفها على التتبيلة وبنخلطها كلها سوا. بهي الطريقة أحبابي كون جهزنا سلطة الكول سلو اللي هي سلطة الملفوف. كمان هون بدي فرجيكم انه فينا نقدمها بساندوش مع الكريسبي، فيكن حتى تحطوها بشخطورة كريسبي، سلطة، بطاطا مقلية، كنتاكي، بروستد، تشيكن بروستد. هون انتو بالخيار احبابي. بهي الطريقة نحنا نكون جهزنا اليوم سلطة الكول سلو، سلطة الملفوف. بتمنى منكن اذا حبيتوها تضغطوا على اللايك واشتركوا بالقناة اذا انتو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى شو بنزل من الوصفات ببين عندكم. واهلا وسهلا فيكم.